فالرد كذلك والقرارات إن شاء الله التي سوف. أيام قليلة تفصل عن تشكيل حكومة جديدة. الوزير الأول يسابق الزمن لحلحلة الأوضاع بإدماج الكفاءات الشابة بعد فترة مشاورات توجهها اقتراحات الحراك ورسائل المواطنين حسب بدوي. نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم سوف تكون الحكومة مشكلة، ومباشرة بعدها، لأن ما عندناش الوقت. ما عندناش الوقت وحابين نسرع وحابين نعمل على تجسيد هذه النظرة المستقبلية للجزائر، وننطلق مباشرة كمرافقين لهذه الندوة الجامعة. تشكيلة تكنوقراطية جديدة تضم كفاءات وإطارات ذوي خبرة مهمتها تسيير المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام الندوة الوطنية ومرافقتها. ونؤكد مرة أخرى أننا نأخذ، وضروري أن نأخذ بعين الاعتبار، هذه الطاقات التي تمثل المجتمع الجزائري، لأن لدينا كفاءات قوية ولدينا كفاءات شبانية يمكن أن تساهم في هذه المرحلة الانتقالية، ولدينا كذلك كفاءات لها تجربتها في أنها تساهم في هذه المرحلة الانتقالية. مرحلة حاسمة تستدعي تضافر الجهود ولا مجال لإقصاء أي طرف، هو ما شدد عليه نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمتل عمامرة، وحث المعارضة على المشاركة. هؤلاء الإخوان مدعوون إذا أرادوا ذلك أن ينضموا إلى الحكومة المقبلة. أعني بذلك أن مشاكل الجزائر، هموم الشعب الجزائري، التحديات التي يجب رفعها فورا أكبر من أن تدعي مجموعة معينة أنها قادرة بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية، فأهلا وسهلا به. أول ندوة صحفية للوزير الأول نوردين بدوي مناصفة مع نائبه رمتل عمامرة وزير الخارجية جاءت لتهدئة الأوضاع وطمأنة المواطنين بأن الجزائر فوق الجميع، وسط دعوات للتظاهر للجمعة الرابعة على التوالي.